لا يعني كلياتنا بس تقرب الامتحانات بتلاقينا فتنا بحالة توتر وخوف، وهي الرهبة تبع انه قرب الفحص وحتى بنبلش نمرض. هذا الحكي مو بس للأطفال وإنما أيضا يعني المراهقين وأيضا الكبار كمان، يمكن بس يكون قرب الفحوصات ممكن يتعرضوا لهذا القلق والتوتر، مو بس المقصرين بالدراسة وأيضا المتفوقين. ولكن شو هي الأسباب وكيف نحن بنقدر نتخذ إجراءات معينة الأهل بيقدروا يعني يساعدوا فيها أولادهم لحتى يتخلصوا من هالموضوع؟ وأيضا كنا عم نحكي على المراهقين والشباب بعمر معين، كيف هن بيقدروا يتخذوا إجراءات معينة لا يتخلصوا من هاي الحالة؟ هذا الموضوع رح نتعرف عليه مع دكتور سليمان السلوم، اختصاص علم نفس تربوي. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير، يسعد صباحكم. بداية الله بدي أن أوجه تحية لرجال الجيش العربي السوري ولأرواح شهدائنا الأبرار. الاستعداد للامتحانات دائما، هلا بما انه هلا موسم الامتحانات وخصوصا هلا الشهادتين، الشهاده الاعداديه والثانويه، هلا هي الى يبدا التحضير للامتحانات بالنسبه للشهادات من بدايه العام وليس في هذه الاثناء. يعني هلا بيكون في مرحله المراجعه واسترجاع المعلومات واستيعاب او استدراك النواقص اذا كان في ثغرات معرفيه او علميه، فيبدأ الطالب في هذه المرحلة بالمراجعة. وإنما التحضير للعام الدراسي أو للشهادة هو يبدأ من العام، بداية العام الدراسي بالنسبة للشهادات. هذا الشيء لازم يمكن يدركوه الطلاب، أنه هو بس يكون في عندهم شهادات لازم يمكن حتى من الصيفية اللي قبلها يبلشوا بتحضير لهي الشهادة اللي بدها وقت طويل من العمل والجهد، وما يعني ما فينا نختصرها بيمكن شهرين الانقطاع اللي نعرف عليهم كلياتنا تماما. أكيد طالب الشهاده هو شاغل الاهل وشاغل الاسره وشاغل كل شيء والرفقات والعائله، تماما الكل شاغل الكل، بالنسبه كل مشغول فيني وما يجهزوا له او ما يحضروا له كل الموضوع. يعني عندنا نحن ثلاث حالات، يعني الوضع النفسي والوضع البيئه او الفيزيقي بنسميها نحن، الحاله التحصيلي او الكادر التدريسي ان كان بالمدرسه او ان كان درس خصوصي، اللي تعويض الفواقد طبعا، مو تعويض عن المدرسه بالنسبه لنا احنا، لانه الدرس الخصوصي حساس كثير مشان ما نقوله عم نشجعه، فهو للتعويض وليس استعاضة عن المدرسه. عندما يتهيأ هذه الظروف للطالب، طبعا الأهل لهم دور كبير بالاستقرار النفسي وبيئة المنزل بالنسبة لحالة الهدوء والاستقرار وتأمين حاجيات الطالب. نحن الخطر فقط أنا بدي أركز عليه هو الخطر الموبايل. يعني من كثير ما تيجي شكاوى وما تيجي استشارات وما تيجي حالات بالنسبه للادمان الطالب على الموبايل. يعني انا اتمنى او من كل الطلاب يعني ادراك انه هذه المرحله وخصوصا المرحله الثانويه هي مرحله مستقبل او تقرير مصير المهني في المستقبل للطالب، ان كان مهندس او طبيب او استاذ او اي حاله بده يختارها طبعا بعد النجاح. هذه الحاله يعني فينا نحن نترك هالموبايل سن بعدين ناخذه لبدنا اياه انت من كان، بس حدد مستقبلك مصيرك. الرجاء ثم الرجاء من ابنائنا الطلاب والاهل نفس الشيء، يساعدوا طلابهم للتخلص من هذه، هي اكثر حاله تشتتيه للطالب. هو طبعا ضد التحصيل هو شو تاثيره السلبي؟ تشتيت الطالب، يعني عندك المتابعات وان كان ما يتابع لعبي او ما يتابع يوتيوب او ما يتابع اي شيء بالنسبه للجهاز هذا الموبايل او الميديا، فهي الطالب حالة تشتيت. الطالب بده تركيز وزيادة التركيز، تأمين ظروف بيئية، تأمين استقرار نفسي واقتصادي ومعنوي ودعم، فما بالك هذا عامل مشتت للطالب. دكتور بهذا العمر دائما الطلاب بيحطوا حجج إذا قصروا بالدراسة أو إذا مانن ملحقين، بيقولوا إنه جو البيت ما كان جو سليم للدراسة،
الاهل كانوا مقصرين، هو بيعطي حجج كثيره. خلينا نحكي اليوم نحن كاهل كيف فينا نامن لاطفالنا او لشبابنا البيئه المناسبه لحتى شوي نمتص لهم هذا التوتر، حتى لو نحن غلطانين او هن غلطانين بدنا نمتص هذا التوتر. هلا نحن بنبدا من التوتر كونه نفسي معرفي معنوي وكلي. التوتر هو اذا اخذناه من الناحيه الايجابيه زياده التوتر وضار. زيادة التوتر هو الاستعداد، زيادة استعداد تحفيز طالب بزيادة التركيز، يعني بناخده من ناحية الإيجابي. التوتر يجعل الطالب يركز أكثر، يهتم بدراسته، يهتم بتوزيع الوقت. أنا أول شيء بالنسبة للطالب يجب أن نرجع على المرحلة التحضيرية للامتحان، تقسيم أول شيء تنظيم الوقت للطالب، هو يساعد نفسه بنفسه عندما يوزع وقته المناسب للدراسة، وينصح دائما النوم باكرا والاستيقاظ باكرا. فترات الدراسة الباكرة عند الصباح الباكر بيكون الهدوء تام بالبيت او بالشارع او وين من كان ما يدرس الطالب. البيئه الدراسيه، المكان او الغرفه الدراسيه اللي يدرس فيها الطالب يجب ان تكون يعني صحيا مناسبه، هواء نظيف. بالاضافه هو يختار الجلسه التي يريدها، ترتيب الغرفه، تنظيم الغرفه. بالاضافه يعود الى برنامجه الدراسي بالنظام الوقتي والضغط في الساعات الدراسية. يعني ما هلأ بالفترة هذه استعدنا شهرين للامتحان، العدم إضاعة أي وقت، إضاعة معلومة، إضاعة علامة. طب شو هي الساعات الكافية يعني اللي لازم تقريبا يقعد فيها الطالب بهي الفترة بهي المرحلة اللي هي مصف يعني كتير وقت للامتحان؟ ما رح نقول ساعات ولا إنما إنجاز، يعني قدر استطاعتي قدر استطاعته دراسي بحيث يكون مرتاح، ما يضغط على نفسه. الوقت الدراسي معروف انه يدرس ساعة ونص، يرتاح ربع ساعة نص ساعة، يلعب رياضة، ياكل، يشم هواء نظيف، او يستلقى، يعني بنسميها حالة الاسترخاء او الاخفاء، نصف نوم. نصف النوم لانه تخزين معروف علميا، تخزين المعلومات تاتي اثناء النوم. اذا درس مثلا 4 ساعات، انا واثق انه ساعتين درس بعد الساعتين الاولى اول شيء لن يستفيدوا منهم نهائيا. دكتور خلينا نحكي بنقطه وقت الامتحان، يعني كثير في منهم الاهل بيعطوا تعليمات للاطفال او للشباب انه بس تدخلوا اقروا كل الاسئله، كيف الجو اللي لازم يكون بالقاعه، لا اقروا سؤال سؤال احسن. خلينا نحكي عن جو اول يوم، كيف لازم نحضر اولادنا لحتى يكونوا فيه. هي بدها حلقه كامله عن قلق الامتحاني وكيفيه مواجهه الامتحان. هلا بالنسبة للامتحان بداية بفوت الطالب، أنا ينصح دائما عدم قراءة الأسئلة كاملة، نسميها يعمل الطالب لحاله عزل من محيطه، من عدم الأسئلة لرفقاته أو زملائه، يفوت يقعد بالمقعد يعمل عزل لحاله، تسلمت ورقة الامتحان يقرأ سؤال 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 ويجاوب عنه. مو كل سؤال الأسئلة سوا تفوت بتتداخل ببعضها لأنه هي مادة واحدة، المعلومات متصلة ببعضها ببعض، فبيصير عنده حالة اشتباك الطالب. أي طالب مهما كان، نحن دائما يكون هناك، ليس كل الطلاب على سوية واحدة، يعني هناك فروق فردية بين الطلاب والطالب والطالب وطالب. طالب يدرس، طالب من يدرس الدرس او المساله، حل المساله وش واحد بيحفظها، درس طالب ثاني بده سؤالين او 3 اسئله. طبعا الموضوع الامتحان موضوع كثير متشابك، كمان بحاجه الى لن نهمل النظام الغذائي. النظام الغذائي كثير مهم بالنسبه للطالب اثناء الامتحانات. شو هو النظام الغذائي، شو تاثيراته؟ هلا النظام الغذائي، لان انت بالقراءه تصرف طاقه مثل عمل الجهد العضلي. نعم، يعني ما يدرس الطالب ويحفظ ودماغ، مش عندما يعمل الدماغ يصرف طاقه مثله مثل العضله. فلدي بحاجه الى غذاء نوعي نسميه ذو قيمه
عالي وليس بالحجم، ذو قليل مع ذو قيمة غذائية عالية. ونصيحة عند الصباح لوز أو جوز عريق. هلا صعب بهالاسعار يعني زتأمن يعني يمكن احيانا صعب. هلا خلينا نحكي كمان عن موضوع الخروج من المنزل، يعني قديش مهم انه الطالب مو والله بس قاعد بالبيت ما عم يتحرك برات البيت، قديش هو محتاج انه كمان يغير جو لحتى يقدر يرجع لهذا جو الدراسه. هلا الطالب اكيد من مش بنقول من فتره استراحه شم هواء رياضة، المهم الرياضة التمرين الرياضي عشر أو بس بدون جهد، بدون جهد يعني مثلا يتمشى ربع ساعة 10 دقائق، يلعب حركات رياضية بهواء بهواء نظيف يغير جو ويعبي، نسمي عبي رئتين وبالأكسجين النظيف. يعني كمان في عنا تقسيم المواد، كيف بيكون تقسيم المواد للدراسة بشكل صحيح؟ يمكن أحيانا في طلاب يفتحوا أكثر من مادة بنفس الوقت، بيقعدوا بيدرسوا من هاي المادة قسم من هاي المادة قسم، هل هذا الشيء سليم أو هو لازم يمكن يدرسوا كل مادة على حدة؟ هل هذه تعود على راحة الطالب، كيفية دراسة كل طالب وطريقة بالدراسة. مثلا أدرس مادة علمية مع مادة نظرية، أوكي تمام. مثلا بده يتمشى بيدرس مادة نظرية مثلا هاي حفظية، المادة العلمية بدها جلوس، فإذا مثلا بدل ما هو ياهم ما في مشكلة، يعني عنده الصبح مثلا مادة علمية، المساء مادة نظرية، وبترجع نحن بنقول طالب حسب أرياحيته بالدراسة، بيكون عامل نظام دراسي له بيريحه. نحن أهم شيء تأمين الجو المناسب ويكون لديه الطموح أو الاستعداد للتحصيل، أهم شيء يعني الطالب. هاي بنعول عليه طبعا، احنا بدنا نتمنى يا رب كل طلابنا يقدموا منيح بالامتحان، نفسيتهم تكون منيحه ويقدموا لنا وياخذوا علامات ويحصلوا على اللي بدهم اياه. بنشكرك كثير، شكرا كثير لك دكتور، شرفتنا، اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير، بالتوفيق لطلابنا الاعزاء لانه هم شباب المستقبل، والله يوفقهم يا رب. شكرا لكم. شكرا كثير لك، ونتمنى لكل الطلاب فعلا انه التوفيق ويحضروا كثير منيح بهي الفتره لحتى يوصلوا لامتحاناتهم مرتاح.